حياكم الله من الرياض مجددا ومستمرين في تغطياتنا للمشاركات البحرينية في معرض سيتيسكيب العالمي، أكبر معرض عقاري في العالم. والآن أنا متواجد في منصة عرض مجموعة غرناطة، وراح يكون ضيفي في هذه التغطية الأستاذ عبد الله محفوظ، المدير الإقليمي لمجموعة غرناطة العقارية وفروعها في المملكة العربية السعودية. مساك الله بالخير أستاذ عبد الله. مساك الله بالخير جاسم، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة وعلى تعبكم هذا في المقابلات والتغطيات اللي بتكون إن شاء الله لها تأثير بالغ على مستوى رفعة السوق العقاري داخل البحرين وخارج البحرين. يعني أستاذ عبد الله، إذا تكلمني عن مجموعة غرناطة العقارية وتعطيني أبرز أسباب تواجدها في أكبر معرض عقاري في العالم سيتيسكيب بالرياض. من الطبيعي شركة مثل مجموعة غرناطة العقارية، وهي أكبر شركة أو مجموعة عقارية في البحرين، من الطبيعي أن تتواجد مجموعة غرناطة في كافة المحافل الدولية المرتبطة بالعقار. وأيضا هناك كثير من الفعاليات التي تقوم بها الشركة داخل البحرين وخارج البحرين، فهذا أمر طبيعي جدا. للعلم فإن سيتيسكيب هو من أفضل المعارض العالمية في العقار، وتحرص مجموعة غرناطة على حضوره بشكل دائم. وطبعا هناك أهداف كثيرة للتعريف بمجموعة غرناطة، أيضا للإعلان عن ابتداء إن شاء الله تواجدنا في المملكة العربية السعودية بشكل مكثف وقوي، أيضا التعرف على اتجاهات السوق واتجاهات الناس في الاحتياجات العقارية. زين أستاذ عبد الله، يعني إذا تكلمني عن وين تتواجد مجموعة غرناطة العقارية على الخارطة؟ أنا سمعت إن في أكثر من فرع عندكم، وهل عندكم رغبة مستقبلا في التواجد في المملكة العربية السعودية؟ بالطبع نحن متواجدون أصلا في المملكة العربية السعودية، لدينا شركتان في الرياض، لدينا شركة أيضا في الدمام، وأنا هنا أمثل مجموعة غرناطة كمدير إقليمي لمكاتبها وفروعها في المملكة العربية السعودية. من الطبيعي هذا التوسع والزخم الكبير الذي نعيشه في مجموعة غرناطة وهذا التوسع الجغرافي، فبالإضافة إلى 21 مكتب وفرع في مملكة البحرين، نحن هنا أيضا نتوسع في المملكة العربية السعودية، ونتوسع أيضا في المملكة المتحدة وإسبانيا وعدة دول في إن شاء الله في المستقبل. ما شاء الله عمي، يعني عدد فروع جدا كبير، شلون تقدرون تديرون كل هذه الفروع يعني بالرغم من التباعد الجغرافي فيها؟ مجموعة غرناطة تمتلك بنية تحتية هائلة جدا، عدد الموظفين يقارب 1000، ومن كوادر مؤهلة جدا، كما أن البنية التحتية تحتوي على مكاتب ومخازن ووسائل لوجستية وأنظمة إلكترونية، وبالتالي لا مشكلة في تواجد وإدارة هذا التواجد في مختلف بقاع العالم. زين عم يكلمني عن أهم الخدمات اللي ممكن الأخوة السعوديين أو غيرهم من الزائرين لمعرض سيتيسكيب المهتمين بالشأن العقاري، يعني شلون ممكنكم تفيدونهم في منصتكم هني؟ زوارنا في هذا المعرض الرائع يستطيعوا أن يستفيدوا من عدة خدمات من مجموعة غرناطة. كون مجموعة غرناطة تشمل كثير من الخدمات ويتم تقديمها بشكل متقدم، فعلى سبيل المثال إدارة الأملاك، نعرف أن الكثير من الأخوة الزائرين والمستثمرين السعوديين لديهم أملاك تحتاج إدارة بطريقة متقدمة، أيضا الاستثمار في المجال العقاري، أيضا ما يتعلق بتطوير هذه الممتلكات، أيضا ما يتعلق ببيعها وشرائها، أيضا ما يتعلق بالكثير من الخدمات العقارية من ضمنها التقييم ومن ضمنها خدمات أخرى كثيرة. على عجالة عمي، بغيت أنا أبرز إنجازات مجموعة غرناطة في السنتين الماضيتين إذا ممكن. من الطبيعي فإن هناك إنجازات كثيرة حدثت في هذا العام، من ضمنها التوسع والانتشار السريع والكبير، من ضمنها الاستحواذ على مشروع جولدن جيت وتطويره، والآن الحمد لله الأمور الهندسية والأمور الإنشائية على قرابة الانتهاء، من ضمنها أيضا اختيارنا ضمن أقوى 50 شركة في البحرين، من ضمنها أيضا حصولنا على عدة شهادات من آيزو، وأيضا ارتفاع قيمة التداولات العقارية لما يتجاوز 200 مليون
دينار بحرين. يعني استاذ عبد الله، اذا تكلمني عن مشروع جولدن جيت، اللي اعرف ان هذا المشروع احدث ضجه كبيره داخل وخارج مملكه البحرين كونه اعلى برج سكني في المملكه، يعني احبذا لو تكلمني عنه شوي. بالنسبه لمشروع جولدن جيت، هو ايقونه المشاريع في مملكه البحرين، وهو اطول واكبر برج سكني موجود، ومكون من برجين بارتفاع 60 طابق، وتم تصميمه ليكون مدينة المستقبل، مجهز بكافة الرفاهية، وسائل الرفاهية، وسائل الوسائل التقنية، ومعايير البناء الأخضر، وأسلوب الحياة المرتفع، وطبعا يكفي إلى تغطية كافة احتياجات السكان هناك. يكفي أن تكون هناك مساحات هائلة لتوفير الاستجمام والراحة تتجاوز 80,000 قدم مع 73 خدمة ترفيهية. هذا المشروع العملاق يحتوي على 746 شقة بمختلف الأحجام ومواقف مغطاة لقرابة 1000 موقف، وهناك مراكز تسوق متعددة. هذا المشروع أيقونة بكل معنى الكلمة.